يا صباح الفل وكمان لكل مشاهدي الشاف ومفيده، كل سنه وانتم طيبين. يمكن خلاص ايام والاعياد تبقى على الابواب، ينعاد عليكم يا رب ورمضان كريم. ويقال ان امبارح احتمالات كبيره جدا ان هي كانت تبقى ليله القدر. اتمنى ونتمنى ان كل الناس يكونوا يعني دعوا بالطريقه اللي هم عايزينها واللي هم عايزينهم. وصباح الفل صباح يا محمود. صباح الفل يا مفيده، عليك كل حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا، وكل سنه وانتم طيبين. ورمضان جري جري النهارده 25. محمود هو انت عامل ايه؟ النهارده عاملين بمناسبه ان رمضان جري، ايوه، يعني الطبخ الكتير اللي عملناه ولحمه وفراخ وسمك. النهارده عملنا قرار نعمل كشري مصري وكشري اسكندراني. والكشري الاسكندراني هنقدم معاه سجق وكبده اسكندراني وبيض مدحرج، والكشري المصري بتاعنا بالعيش المقرمش بالتقليه والحمص والعدس بالتركات الحلوه. ايوه ماشي، ما انا بحب العيش الكشري معانا المصري. ايوه بتاعنا يعني الكشري عادي مع لحمه فراخ اي حاجه. النقل الكشري، في حد في الدنيا أنا. بياكل كشري بتاعنا بالفراخ واللحمه؟ انا طب انا ما عملتش النهارده. والله العظيم انا لازم اكل الكشري بتاعنا باللحمه او فراخ. ابلع بالظبط يعني، ده كشري. اللهم طولك يا روحي. اللي بيبلع بيبلع بحاجه ساقعه؟ لا، بلبن رايب؟ لا، بيبلع بلحمه؟ لا، هاخد كبده. اصل ده الكشري بتاعنا ما ينفعش معاه غير كبده. طب انا عامل كبده وعامل سجق وعامل بيض مدحرج. انا جوعت اصلا، وريني جري عامل. طب يلا اول ما نطلع لايف يلا نقول المقادير. مقادير الكشري المصري اليوم والكحك النهارده. هنعمل كحك وهنعمل كحك وهنعمل كحك العيد بالعجوه وبالعجميه. الله، طب مفيش ملبن؟ مفيش ايه؟ ملبن؟ هو انا كل طلباتي الو صعبة؟ هو انا كل طلباتي صعبة مثلا؟ هو انا كل طلباتي ما بقتش موجودة؟ يعني انا طلبت ملبن، طلبت حاجة ابلع بيها مع الكشري، مفيش خالص مفيدة خلاص؟ يلا ليه ربنا؟ ماشي يا ولاء، هات لنا لترين حاجة ساقعة من السوبر ماركت اللي انا ببلع. يعني لحمة يعني فراخ؟ انا التبليعة عندي غير التبليعة عندك. جيراننا وانا بحب جدا الكحك، سامعين صوتنا وبيهرجوا الجراء القنوات اللي جنبيه. لا والله، لا والله العظيم. كشري ايه يا جماعه اللي بيتقدم جنبه لحمه؟ ماشي، ايوه انا عايزه كشري. ماشي طيب، نقول مقادير الكشري المصري اول ما نطلع لايف. قولوا لنا المكرونه المشكله بتاعتنا عباره عن مكرونه سباكيتي ومكرونه مرمريه الصغننه ورز مصري طبعا، وعدس بجبه والحمص وصلصه الطماطم وعصير الطماطم وملح وفلفل وكمون وليمون وخل وثوم وبصل مقرمش وعيش مقرمش. طب انت مخلص كل ال؟ لا طبعا، يلا عشان اعلمك تعملي الرز ونعمل الصلصه تاني ونعمل رز الكشري بالعدس. رز انا بقالي 30 يوم ما بتعلمش غير اعملي رز يا مفيده. حاضر، اعملي مش عارفه ايه دكتور. والله العظيم يا ولاء دكتوره في الرز. شياكتي نار. رز شياكتي نار. شياكتي نار. منين الشياكه والاناقه هذا والالوان الحلوه دي؟ ده بس عشان بس اقول لكم ده شغل مصري 100%. منى عيني، ميرسي يا منى. منى عيني ديزاينر مصريه جميله، ست ام وزوجه ناجحه وكمان ديزاينر ناجحه. بشكرك يا منى. وانا حاسب يا فلو ماشي يا اسلام. الرز بتاعنا مجنون، هو المخرج ان شاء الله هنلاقي نفسنا بنطير في السقف. الكشري المصري بيتعمل في كل بيت مصري. احنا بنعمل كشري، بنعمل العدس مع الرز. النهارده انا هعلم مفيده مش انها تعمل رز، لا، انها تعمل رز بريحه البيوت المصريه. رز بالعدس بالبصل. يلا يلا يلا، فين حلتك الجميله؟ حلتي ايه يا باشا؟ يلا اختاري واحده والنار موجوده عليها. ايوه، حطي معلقتين زيت. هات زيت ثانيه ثانيه. الشراشيب الشراشيب يا محمود. انا هجيب مقص معايا. مقص؟ لا يا محمود، ما هو اصل انا مش لابقى اليوم اللي لابسه فيه شيك وشراشيب تيجي انت تخليني اعمل كشري. طب هاتي هاتي هات. انا هعمل ايوه كل مره. هو ايه ده؟ ده الزيت. مش ده الزيت؟ ايه ده؟ ده زيت. يلا ده زيت. حطينا الزيت. بصوا شويه من بصل. ما انت محمره خلاص. استني بقى يا مفيده يا مفيده. ماشي يا مفيده، ما هو الوصفه بقى، سيبيني نقول الوصفه. قول. شويه بصل من بصل التقليه. ها كده. بعدين احط شويه كمون. شويه كمون. ماشي. وشويه. واحنا بنعمل رز ايه؟ بنعمل رز الكشري المصري. شويه ملح. وخدي شويه الرز.
بتاعك كده. ما ده مش ده رز زي رز الصيادية؟ لو تسكت. لا افتي افتي. لو تسكت بقى وسيبني اصبر القطع على المطبخ. رز الصيادية ده ولا مش رز الصيادية؟ رز الصيادية. حطينا الرز؟ استنى لسه هقلب. حطينا الرز؟ هقلبه. نحط معاه شوية العدس. دول مسلوقين؟ مسلوقين نص سلقة. كده. كفاية. يلا قلبي. بصوا بقى. ثانية واحدة، أنا عايز أسألك سؤال. اتفضلي. الحم العدس اللي احنا بنحطه ده أنت حطيته أكتر من الرز؟ لا، نفس المقدار بتاع الرز. أوكي. ماشي؟ حاجتين يا جماعة عايزين نقولهم، احنا ممكن نحمر البصلاية ونحط عليها معلقتين الزيت وشوية الكمون ونشوح العدس تشويحة وندلق عليه المية ونسيبه يغلي غلوة، أول ما يغلي غلوة نحط عليه الرز والكمون والملح ويستوي. دي طريقة. الطريقة التانية ان احنا نكون سلقين نص سلقة ونعمل زي مفيدة كده، حطينا شوية البصل المقرمش على وش الرز بيدي طعم حلو مع شوية الكمون وشوية الرز، وهنحط الماء اللي بتغلي دلوقتي بعد ما يسخن. سخن ولا لسه؟ بس محمود ايه؟ احنا عايزين نعمل تاني. انت عايز مع حد ولا ايه؟ ما قلتيش. الاستوديو. الاستوديو دي فيه 58 واحد. ما احنا لسه في مكرونات وفي حركات. يلا يلا برافو. هاد ملح. ملح؟ ايوه، انا المساعد بتاعك في الرز. ملح. ملح. نحط ملح تاني. ملح. بس خلاص. يلا. تحس ان الملح هيرد عليها من كتر ما بتقول. ماشي، استنى ما يسخن شويه. المية كانت سخنة أصلا يا محمود. ماشي. أهو. احنا لايف وسيبي وأعتقد طالما طلعنا لايف يبقى طلعنا لايف كمان على. بصوا المية. شافوا مفيد، اتأكدوا كده. احنا الاثنين. طبعا. احنا طلعنا لايف. عايزة مية تاني؟ يعني احنا دلوقتي بنعمل الكشري؟ بنعمل الكشري. ايوه يا مفيدة. ده الكشري. ايوه الكشري. ايوه هو كشري ايه غير رز وعدس ومكرونه مسلوقه؟ انت بتقول لي رز رز الكشري، فانا افتكرت ده حاجه وده حاجه. ده رز الكشري. ما هو الكشري ايه؟ ايه مكونات الكشري؟ رز وعدس والمكرونه والصلصه. هتحطها امتى بقى؟ هي ايه؟ المكرونة. واحنا بنقدم يا مفيدة الاكل، انا مش مصدقك بجد. انت ايه النهارده مالك؟ واحنا بنقدم الاكل. اصل انا طول عمري باكل الرز الكشري كله على بعضه، فما بعرفش ان هو مش مشكله. مش حتتين لحمه على الوش معروفه. اه وكتابي اللي باكل الكشري مع اللحمه اكدب، والمصحف الشريف يا كشري الكشري لازم يبقى فيه لحمه يا اما فراخ محمره. والله العظيم ما بهرج. مصدق. مصدق وتؤمن بالله. انا مش هكلمك عشان انت تصغنط لما تكبر شويه. ماشي. بص يا مفيدة. ها. البصل يكون مفروم في كبة الخلاط. اشرف يا حسن بيقول سيبي الراجل يشتغل ابوس ايديكي. على ايه؟ احنا بنعمل برنامج على فكرة، ومش كل البرنامج طبخ. وبعدين انا بستفسر. ما استفسرش. يا تعالي بوس ايدي. تعالي اتفضلي اهلا وسهلا. بقى انا عملت لك الرز. عملت لك الرز ولا ما عملتليش الرز؟ مبسوط كده؟ مبسوط؟ مبسوط ولا مبسوطة؟ هو اكيد عصبتوها؟ اللي ما بتعرفيش تعملي كشري؟ ما بتعرفيش تعملي كشري؟ لا سيبي الراجل يشتغل ابوس ايديك. هنعيش بقى هنقفور؟ ما كلنا بنعرف نعمل كشري. انا بعرف اعمل كشري. اه بتعرف تاكل كشري. بص، حطينا بصلايه كبيره مع معلقه ثوم. مجرد ان انت تشم ريحتهم كده حط عليهم شويه كمون. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ الصلصه وشويه ملح. اوكي. ولمسه شطه صغيره جدا. ملح وكمون وشطه. بصوا يا جماعه، البصلايه لا بتاخد لون ولا بنستناها تدبل، لا بتاخد لون ولا بنستناها تدبل، مجرد ان هي بقت كده نحط عليها الطماطم بتاعتنا. ناديه بتقول حطيته ملح في الاول. اه حطينا ملح ونسينا فحطينا ملح تاني. ولا وممكن نحط مع حبه الميه شويه زياده مش هيبقى باين قوي، انا بحبه برده كده. نحط الصلصه بتاعتنا. يا شيف البصل اللي على الورد بيطلع لونه حلو ليه؟ وازاي؟ هوريكوا دلوقتي. اللي هو ايه؟ ده اسمه ورد. اه ده اسمه ورد. اسمه ورد. اسمه ايوه بصر. اسمه ورد في لغه المحلات الكشري. طيب ماشي، انا انا مالي انا اعرف اسمه في محلات الكشري دي. انا بسمع انه اسمه بصل محروق على محروق وش. ايوه يعني بني على وش مرمي على وش الطبق. محروق على الطبق. مش ممكن. ماشي يا حنان يا يحيى، ربنا يخليكي ليا. ميرسي. كل سنه وانتم طيبين. نهله وانت طيبه يا نهله. ليه مش لبتع؟ ما فهمتكيش. ما فهمتش انت مامة ادم ومحمد بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ وانا كمان يا ام ميزو بحبك جدا وصباحكو سكر. ميرسي، ربنا يخليكي. احنا لايف على الشاف ومفيده وعلى السي بي سي. ربنا يخليكي من السعوديه. ميار ده صناعه مصريه
وافتخر. تحيا مصر منى عيني. اقول لكم على حاجه حلوه هنا يا مفيده. اقول يا بصوا البصل ده عشان يطلع لونه حلو، بتاخدوا البصل تقطعوه شرايح وتحطوا عليه رش دقيق خفيفه كده واحده، بصوا ازاي عشان يبقى ليه ايدنتيتي. وسلام يا سلام على الشطار، ورشه كمون. حلو ده طريقه عمل الرز ده. ايوه البصل ده. رشه الدقيق ورشه الكمون وتدعكوه كده، تدعكوه كده، وبعدين يتحمر في الزيت. الشكل ده والله العظيم هيطلع معاكم حلو قوي، وهتلاقوا البيت بصوا لاخر الشارع ريحه الكشري. كويس. طب انت دلوقتي عملت لنا ده الرز، ده الرز بتاع الكشري، نرجع عليه اهو. اوكي، وعملنا الصلصه، وعملنا الصلصه. يلا ندخل على الرز الاسكندراني. لسه عندنا وقت، مستعجل؟ لا لا مش مستعجل، لسه عندنا حاجات كتير هنعملها، بس نوريهم ازاي بنعمل الكشري الاسكندراني. يلا بينا. تحب تعمله هنا؟ هنعمله هنا. هنعمله هنا. الاسكندراني ايه الاختلاف بقى بينه؟ مفيش اي اختلاف غير ان هو احنا عملنا الرز بتاعنا بتاع المصري بالعدس البني. والاسكندراني نفس كميه الرز نفس كميه عدس اصفر. ماشي. ثانيه واحده اسالك بقى سؤال. قولي. هتحط برضو من البصل ده؟ لا بس ممكن احط شويه عشان خاطرك. لا انا بسال بس. لا مش هحط، بس ممكن احط حبه، احنا بنزين بيه. ها. طب احط ده ولا احط ده الاول؟ هاتي ده كده وده كده اهو كده، وتاخد له تقريبه برضو صغيرة. تحط له كمون؟ هحط له رشه كمون خفيفه جدا وملح، ورشه ملح. أوكي. ايوه كده، يبقى ده الاسكندراني وده المصري. ايوه الاسكندراني لونه اورنج كده جميل، الاسكندراني بالبرتقاني والمصري بالعدس الاسود بالظبط كده. حط شويه كمون وشويه ملح كده، ونقلب تقليبه حلوه. محمود انت حطيت على الصلصه دي صلصه؟ حطينا صلصه طماطم. وحطينا الطماطم المفرومه، حمرنا مش حمرنا شوحنا بصلايه مع توم، بصلايه مضروبه في كبه الخلاط كويس جدا، وحطينا كمون وملح وشطه. طيب وسايبينها دلوقتي ايه؟ احنا كده خلصنا الرزين. ايوه. طيب احنا هنحط ميه واطلع فاصل. نحط الميه ونوطي النار عليهم ونطلع فاصل. طب وبعد كده نرجع للدقه، الليمون والخل والكمون والحركات، هنعمل شويه دقه حلوين، نعمل الصلصه ونعمل الكبده الاسكندراني والبيض المدحرج والسجق. كل ده بيتاكل مع ايه؟ بيتاكل مع ايه؟ بيتاكل مع الكشري بتاعك. لا ما هو الكشري ده كشري مستغربه قوي. اسكندراني. ايوه مع الاسكندراني. لا انا بسال. كنت مع الاسكندراني. مع الاسكندراني. طب انا اكل بايه؟ هجيب لك عيش. حاضر. يعني انت عامل الاسكندراني كبده الاسكندرانيه وسكوق، هم اللي اخترعوا مدحرج. هم اللي انا اكل الكشري العادي بتاعنا بايه؟ اشيل لك شويه كبده وشويه. لا انا عايزك اسلق لي فرخ. اسلق لك فرخه؟ بعد الفاصل نطلع. احنا عندنا ثلاجتنا بتاع اسلق. لا اسلق لي فرخ، انا عايز اكل الكشري بفرخه، انا حر. هنطلع فاصل ونجيب فرخه. ربنا يخليك. فاصل ورا واصل. مش هتكلم انا على الدخله دي. اوكي اتمن. احنا جانا مره تانية عملنا الكشري الكشري العادي، لانه الاثنين مصريين، بس هو الكشري العادي والكشري الاسكندراني اللي هو الكشري الاصفر، هو بيسموه بجبه. يا رب صبرني يا رب على فاضل كام يوم يا جماعه؟ فاضل كام يوم؟ العدس بجبه صح؟ بيقول لك الاسكندراني الاسكندراني الاصفر بجبه؟ عدس بجبه. ماشي ماشي هنمشي. البني اللي بجبه. البني اللي بجبه. ايه الاسامي الصعبه؟ والله العظيم كنت اعرف. يعني انا الكشري المصري اسمه كشري بعدس بجبه، والكشري الاسكندراني اسمه كشري عدس اصفر. ايوه. والاثنين احلى من بعض. ايوه بالظبط كده. بس بقى هو مزود على الكشري الاسكندراني. ها؟ مزود اللي هيعمله دلوقتي. عنده بيض مدحرج وعنده سجق وعنده كبده. اعمل لي بقى ها طبق كبده سجق. ماشي. بكام؟ حلو. بكام؟ عايزاه بكام؟ ونسميه الصاروخ اللي لسه مش عارفين هو هينزل فين. بلاش صواريخ النهارده، هنقول طبق مفيد. الكشري على كده. هعمل لك طبق جامد جدا النهارده، هنسميه طبق مفيد. اكله مع الكشري بتاعي. ماشي. بص هعلمك الدقه. الدقه اللي هي بحطها على ايه؟ الدقه اللي بنحطها على الكشري.
الدقه اللي بنحطها على الكشري اللي بنعمله اهو الصلصه اهي. مين حف الدقه بقى؟ الدقه اللي بالثوم والكمون والحركات. اه كاننا عند المحل بقى، كاننا عند المحل وخارجين. مش دقه، انا بقول لك الحقيقه. انا هتصل بيك يا ايوه انت بتعمل صلصه. انا هشتكي لك والله العظيم ما بنكفو. انا كل اللي بعمله مش. والله بتكلم بجد. هو انا اكتشفت ان الدقه دي قصده يقول عشان محلات. ايوه ماشي. وانا اكتشفت ان ماشي ادي الثوم حطينا نص ليمونه بالقشر ماشي طالي منكفه فيا ماشي وحطينا معلقه ثوم كده. ما انت بقى الشيف الشيف محمود جاي دلوقتي لان هو اصبح شيف الملوك زي ما صديقتنا الجميله والله من اجمل الكومنتس اللي اتقالت عليه. هات الصوره يا ابني. انا مبسوط من شيف الملوك. شيف الملوك عشان بقول لك انت شيف الملوك. ايوه وانا بما ان انا كوين فقاعده بتفرج عليك. ايوه المدام اللي كلمتنا امبارح بجد حبيبتي يا مفيده حبيبي. بصوا بقى احنا حطينا ملح وكمون وشطه وربع نص ليمونه بقشرها وشويه ثوم ونحط خل حوالي ربع كوبايه. ايوه بيبقى فيها كمون كتير. ايوه وعصير ليمون يعني ليمون وخل. وانا حطيت قرن فلفل حامي كمان هيظبط الدنيا. ودي شطه؟ اه وحط شويه ميه. هتروح النار. شويه ميه مين؟ انت. ليه؟ عشان تعمل ليه عشان الشطه كتير؟ عشان الناس صايمه. لا لا ده بقى هو ده اللي هيشم ريحته دلوقتي. شم ريحته مع الليمون. انا مش هاما. ايه؟ استني بقى عشان ال السلبي. لا لا استنى بس ما تقلقش. ما اقلقش انا هجيب بتاع الطحينه. ايوه عارف ايه ناقصها؟ حاجه ناقصها توم ناقصها طشه. بصي دي الدقه. اه بس هنحطها في طبق تقديم. شمي شمي الله. بس مش هنحطها ده هنرش منها على وش الحاجه. لا هنحطها في طبق تقديم للي عايز ياخد زياده. هنرش منها على الوش. اه ماشي هنرش. ماشي هنرش منها على الوش. خليها دلوقتي لما نيجي نغرف. ادي الكشري بتاعنا اهو. اقلبه يا محمود الايه؟ اه قلبيه تقليبه حلوه كده يا مفيده. حاضر. وفلفليه كده. هو مفلفل لوحده. فلفليه. يا كشري يا مفلفل انت ومفلفل الناس. بص انا عايز اقول لك على حاجه مفيده. ايوه يا استاذ. الكبده الاسكندراني لازم الطاسه تكون سخنه. مفيدة. لازم الطاسه تكون سخنه مولعه ماشي. ونقوم حاطين الكبده كده نسمع الصوت الحلو اللي انتوا سامعينه دوت. هنعمل كبده اسكندراني؟ اه امال ايه؟ يعني توم وليمون. توم وليمون و فلفل وفلفل وفلفل حامي. حط شويه ملح كده. انا سمعت حاجه يا ابني وشويه كمون صغيرين. سمعت حاجه على موضوع الكبده الاسكندراني انها ما بتتاكلش بطحينه. لا قالوا ان الكبده الاسكندراني مختلفه عن اي كبده تانية. ايوه ما بيتحطلهاش اي حاجه يعني هي دوبك بتحط في الزيت. ايوه وبترمي عليها الفلفل والثوم والشطه وكده وتقلبهم قلبتين وتطلعهم وخلاص. وكمان السندوتشات بتاعتها بتتاكل جنبيها ليمون. لازم يبقى فيه نص ليمونه وفلفل حامي. الله الله الله. وادي ابو جبه قصدي الاسكندراني. ما تجيش هنا مفيده. ها حظي حظي. لا ما تخافش. هات المقلمه من تحت كده تحفه كده والريحه الحلوه طالعه تحفه. ليه بقى ما تجيش؟ ثانيه واحده. نعم قولي يا مفيده. قولي. ولا حاجه بتفرج. تروح النار. يا سلام لو عملنا كده. اعمل لمسه ثوم صغيره هنا كده وشويه شطه صغيرين. انا بحب الشطه ماشي. ونحط هنا شويه ملح على البيض المدحرج وكمون. وكمون اين الكمون اهو. وكمون ما تحطلوش فلفل اسود تحط له كمون. انا مش هحط فلفل اسود النهارده خالص. اه شويه كمون كده. ده بقى قولي عايز ممكن نحط فلفل اخضر. قرنين فلفل اخضر وتوم مش مضروب. توم حتت فين؟ على البيض؟ لا على السجق. وحط حبه بصل معاه وحبه صلصه على السجق. آه. لا احنا نخلي السجق متحمر. ليه بقى؟ احنا عايزين الطعم الاصلي بتاع الحاجات. لا انا مش عايز الطعم الاصلي، انا عايز السجق بالطريقه اللي انا عايزاها. سيبتك تعمل الكبده يا محمود والبيض اللي انت عايزه. ماشي هو هروح اجيب لك سكينه واقطع لك فلفل. انا هقطعها ما تتعبش نفسك. يعني انا ما اعرفش اقطع. طب خلي بالك.
يلا اعملي في الحاجات دي. انت هتحتاج كتير من من البتاع ده؟ الايه؟ هتحتاجه يعني؟ هو انا اللي هاكل ولا انت؟ لا انت هتحتاجه ولا اخده كله؟ خديه كله. اوكي خد قول الو. الو معانا تليفون. الو. ده الو السلام عليكم. وعليكم السلام. سيف محمود. اهلا وسهلا. حبيبي محمد صبحي. اهلا وسهلا استاذ محمد. يا اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك؟ هو الحمد لله تمام. ازاي حضرتك سيف؟ الحمد لله يا حبيبي. ازيك ازيك يا استاذ محمود؟ محمد. 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 ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. قول لي ايه اخباركم؟ الحمد لله. عندك اي سؤال عايز تعرفه عن ال بنعمل مصيبه اللي احنا بنعمله النهارده ده؟ بنعمل مصيبه والله بجد. والله يا شيف هو صراحه يعني انا مش غاوي برامج طبخ قوي، بس انا معدي كده بالرمود لقيت الشيف محمود حد من الاصدقاء العزاز عليا قوي. هو شكله عارفك يا محمود. انت اكبر حبيبي. انا بشبه على الصوت الجميل ده. محمد مش عارف اصحابك يا محمود؟ انا مش شايفه، انا سامع صوت. سامع صوت. على العموم انا بسلم عليك وعلى كل محمد صبحي صح؟ حبيبي. ايوه يا حبيبي خلاص كده انا عرفت محمد صبحي. ايوه ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ازيك؟ محمود ده حد محترم، حد ربنا يخليك يا حبيبي يا رب، مجتهد، حد ربنا يوفقه. اشكرك بشكرك. وطبعا الاستاذه مفيده فتاة احلامي. ربنا يخليك. رمضان كان انا متجوز 2007، مراتي لحد 2016 كانت بغير منها. بسم الله ما شاء الله. وخربت البيت كمان. الحمد لله. لا 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 ما خلاص بقى. طب الحمد لله. انت وانت طيب رمضان كريم. ميرسي جدا. انا ما عملتش حاجه. هو اللي قال لي ان هو انا فتاة احلام. بتغيره؟ طب بتغيره على ايه؟ انا مالي؟ انا مالي كل الاستوديو يا ساتر. المشكلة الشغل مع الرجالة. الو محمد. انا محمد تاني. استنى عشان لسه مخلصتش. ماشي هاخد حتة صغيرة. الو. طب استنى لما التوم يستوي. ايوه يا محمد. طب سيب بقى انت سيبني. ايوه يا شيخ محمود. ايوه يا حبيبي. ايوه يا شيخ محمود. ايوه سلم عليك. سلم عليك. ازيك؟ ادي سوهم. انا مهند. انت محمد؟ مهند. 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 ازيك يا حبيبي؟ ليك اي سؤال عايز تسأله في المطبخ؟ قول لي يا حبيبي. طريقه البيتيفور بيعمل ازاي؟ طريقه البيتيفور نعملها لك بكره مخصوص. يا مهند. حاضر. ان شاء الله احنا خلاص دخلنا ها وعملنا الحاجات الجميله بتاعتنا وبكره نعمل بيتيفور. طب بصوا بذمتكم والله لا تقولوا الحق، والله لا تقولوا الحق. ادي طبق اهو سجق مختلف، حرش ولا لا؟ انا الفكره عندي الحرش عشان احنا زهقنا، فانا حرق يعني حرش كده. حرش حطيت الفلفل الاخضر حراق نار. حطيت حبه البصل اللي هو كان عامل عليهم التتبيله بالكمون، وحطيت الثوم بس بقى مش ما مش ما مش ضربات، حتت بالسكينه. ما ناقصليش غير ها؟ حته هسه صلصه. هسه انت مش كبيره يعني، مش كبيره. الحق البيض بتاعك وبتاعنا. استني البيض ما الحقه ايه؟ ما هو زي الفل. ايوه زي الفل كده. والكبده الاسكندراني كمان. الله طب الله. انت الهسه دي هتعملي بيها ايه؟ عشان لولو مالكش دعوه، دي حاجتي انا. يا ماشي انا بسال، انا ما اعترضتش. يلا تعالى. ما تجيش جنبه. الو الو الو. ايوه يا غالي. ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا قلبي؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه ورمضان كريم يا حبيبتي. الله اكرم. وكل سنه والشيف محمود طيب. يعني انا بقول له انا انت اسعدتني طول رمضان، بعمل كل حاجة أنت بتعملها. مرسي. أنت جميل ويا رب تكمل معانا. ربنا يخليك يا رب إن شاء الله. وخليته رمضان بهجة وبحبكم قوي. وعيد سعيد عليكم. وعيد سعيد عليك يا حبيبتي. ربنا يخليكي. كلامك جميل ده. كلامك جميل ده. كوين أوف ذا كيتشن. أيوة كوين أوف أحلام. بس يا عم الفتى الطاهر. رمضان كريم. ماشي رمضان كريم. رمضان كريم. بقول لك إيه؟ قولي. دلوقتي محمود. قولي. هو ليه احمر كده؟ انت حطيتي الصلصه؟ لا هو كده كده التتبيله بتاعت السجق واخده شويه بابريكا، فهو اللون ابتدى اللون الاحمر ابتدى ينزل منه. ماشي ناخد ده نخليه هناك عشان التقديم.
الحاجة ليلى، ازيك يا حجوجة يا جميلة؟ صباح الفل يا حبيبة قلبي. يا حبيبة قلبي صباح القشطة والعسل، ازيك؟ أنا بموت فيك يا مفيدة والله. ربنا يخليك يا ربنا يخليكي ليا يا رب. كملك الشربات العسل ده. ربنا يخليك يا حاجة ليلى، ربنا يخليك. محمود الجميل المحترم الخلوق. ربنا يخليك يا حاجة يا رب. شاف الملوك. زي ما يعني رمضان هيخلص والايام الجميله دي مش هنشوفها بقى. لا يا حبيبتي ان شاء الله تتكرر. كلمونا دايما وهنكون موجودين معاكم ان شاء الله. شيف محمود هيبقى انا حاولت اقنعه بقدر المستطاع ان هو يعمل صفحه لي على الانستجرام للي عايز يتابع شيف محمود، وانا هقولها لكم بنفسي. تبقوا معاكم برده في ان شاء الله. طبعا يا ريت يجي معانا في الستات، يبقى ليه يوم ان شاء الله باذن الله، وهيبقى ليه صفحه على الانستجرام ان شاء الله. ان شاء الله يا حاجة ليلى، ان شاء الله يا حاجة ليلى. وانا اخد منه نسبة او 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 هو هيظبط لي البرنامج بتاعي والكتاب، هشغله من غير فلوس يعني بمعنى اصح. مقابل بلا مقابل زي ما جبتك تاني يوم رمضان. انا انا والله بجد انا يا جماعة اللي مبسوط والله 30 يوم ان انا معاكم مع مفيدة الجميلة اللي دايما بتعمل بهجة ودايما بتعمل حاجات جميلة كده معانا في المطبخ. حتى السجق بتاع النهارده جميل خالص والله، ده تحفه يا محمود. تحفه يا محمود، تحفه يا محمود والله العظيم. ما بهرج هناخد شويه الكبده دول والله العظيم. ثلاثه كل المحطه هتاكل النهارده من السجق بتاعي. ماشي يلا فاصل. يلا نطلع فاصل بس ونرجع. بس احنا بعد الفاصل بقى هنغرف ونعمل الكحك. انا هحضر لك كل حاجه للتقديم هناك وانا هعمل الكحك. وانت انت هتسيبني انا اللي اقدم كل حاجه هناك؟ طب اعملي الكحك وانا اعمل اقدم. ما اختاري حاجه هقدم، بس تقولي هقدمها ازاي. يلا فاصل. مرة تانية مع حضراتكم. احنا عملنا الكشري، انا بس وظيفتي دلوقتي ان انا الحق اغرف الاثنين كشري مع الحاجات المعمولة لغاية ما شاف محمود يقول لنا طريقة عمل الكحك. انا مش هزعجك بس قول المقادير براحتك قبل ما انا اغرف. هقول مقادير الكحك. مقادير الكحك سهلة جدا جدا جدا، تقدروا تعملوها بمنتهى السهولة. بنحتاج كيلو دقيق ونص كيلو سمنة، لكل كيلو دقيق نص كيلو سمنة، معلقة صغيرة خميرة، ومعلقتين مية دافية، ومعلقة سكر، دول بندوبهم مع بعض، ورشة ملح، ومعلقتين سمسم، ومعلقة ريحة الكحك، ونص كوباية مية. والحشوة بتكون تمر بالزبدة، والعجمية بتاعتنا اللي هي عبارة عن الدقيق بالسمسم بالعسل الأبيض. ماشي يلا نبدأ. يلا ابدأ. أنا ببدأ، أنا دلوقتي بغرب بس الكشري ده. ماشي، وعلى مهلك أنت لسه عندك شغل هنا كحك كمان. لا أنا بقى ما بقولك إيه بقولك إيه بقولك إيه، استنى عشان انا محتاسه اصلا. طيب احنا اول حاجه هنعملها هنحط الدقيق هنا. انا ممكن انا ثانيه واحده ممكن اسالك سؤال وانت بتعمل؟ يلا اسالني. المكرونه الون بينها هي الاثنين؟ شكلي حطي طبقه من دي على طبقه سباجيتي كده. ماشي استنى اجيب لك جوانتي. هو انا معايا معايا معاكي. كويس، وانا هلبس انا كمان واحد عشان نعمل الكحك. احنا حطينا كيلو الدقيق بتاعنا، وبعدين نجيب طاسه كده. ثانية واحدة بس هنا. هو يفرش يعني يشرح وبعدين ناخد التليفون. ماشي، وبعدين نحط السمنة بتاعتنا في الطاسة تسخن كويس، وبعدين نحط ريحة الكحك على الدقيق، ونحط بعد ما نحط ريحة الكحك مع رشة الملح نقلب تقليب، ما نخليش ريحه الكحك على الوش. كويس هقول لكم ليه دلوقتي. وبعدين نحط معلقتين كبار من السمسم، وناخد الخميره بتاعتنا ونحط معلقتين من الميه الدافيه كده ونقلبها. ماشي صح جدا يا مفيده جدا، بس عايزين نشوف الرز برضه. اوريه لك ازاي ده بقى، يعني خلي جنب كده باين، يعني الموضوع كده بقى كله مكرونه يعني. ايوه ماشي يا مفيده. انت بتهرج عليا صح؟ والله العظيم بتكلم بجد، مش بهرج يعني. كده مش باين انه كشري؟ فين؟ ايوه بزمتكم ده مش باين انه كشري؟ ايوه كده كده ايوه كده. طبعا طبق مكرونه يعني. ايوه كده. انت عندك كام سنه يا اسلام؟ 32 سنه. انا مخرج 32 سنه ما حصلتش يعني لسه. جبته لنفسك، جبته لنفسك. انا مش لا مفيش حاجه. مش ما انت بتاكل وما بتكبرش. مش فاهمه.
عشان ما بتاكلش لحمه مع الكشري. ايوه لازم تاكل لحمه مع الكشري. طب كده بان بقى ان هو، طب ان هو كشري يعني كده خلاص انتوا كده ارتحتوا انه بان ان هو كشري. حاضر ناخد حنان حالا. حنان بص اوكي يلا ناخد حنان. يلا ناخد حنان. الو اهلا يا حنونه. ازيك يا مفيدة؟ أنا كويسة يا حبيبتي، أنتِ ازيك؟ أنا بشجعك وبحبك جدا جدا. يا رب يخليكي ليا، ربنا يخليكي ليا ويسترها معاكي، ميرسي. أنتِ كاريزما عالية ما حصلتش فعلا. ربنا يخليكي، ميرسي يا حبيبتي. ممكن بس وسيبك من برامج الستات لأن كل التلفزيون برامج ستات. وأعمل برنامج طبخ. في البرنامج بتاع الطبخ الناجح اللي الفظيع ده. امال بقى برنامج بقى برنامج الستات يوم هما كمان مصوتين. انا هعمل لكم الاثنين ده في رمضان والستات ما اقدرش، ده الستات ده البيبي بتاعنا. ربنا يخليكي، ميرسي يا حبيبتي. انا حطيت حمص اهو حلو كده. الله يا مفيده حلو. يلا بقى العدس، خد شويه عدس تاني من ده، ده عدس مسلوق برضه. عدس تاني؟ اه عدس تاني مسلوق. ده مش طبق كشري ده. طب انا عايز اقول لكم حاجه بقى بسرعه، السمنه اتقدحت، السمنه اتقدحت وحطينا الدقيق مع ريحه الكحك ومع رشه الملح وقلبناهم، وحطينا السمسم المتحمص على وش الدقيق، وبعدين نقفل كده ونحط السمنه واحده واحده كده ونقلب كويس على الهادي. واحنا بنقلب على الهادي كده هي مفيده بجيب بتاع الصلصه عشان ما اوقعش. استني اجيب لك اهو. خلاص جبت. خدي دي احسن اهو. انا جبت بس انا هرش، انا بس عايز ارش اهو. برافو عليكي. لا انا ست بيت برضو. ايوه طبعا غصب عن اي حد ست بيت ما يغركش يعني. شويه الصلصه عاملين شغل ولا حركات مذيعات ولا بتاع. لا انا بغسل مواعين. ولا بتيجي جنب المواعين؟ والله العظيم بغسل مواعين، حتى امي بتقعد تقول لي يا بنتي بتغسلي المواعين ليه؟ اقول لها انا بحب اغسل مواعين. ولاء معانا وقت قد ايه يا ولاء؟ احنا بنخلص يا حبيبي. احنا ما عندناش وقت بجد؟ احنا... كويس جدا، كويس معانا لسه وقت. والله مفيدة على شكل الطبق. ده انت اللي عامل الشغل الجامد ده، انا كل اللي بعمله. مهندسة الديكور برضو بتاعت الطبق. يعني حلوة يا محمود؟ ايه ده حلو؟ بسم الله. لحظة بس كده خلاص سيبي. حلو ما شاء الله، جميل. نقول ما شاء الله. انا هنضف. قول ما شاء الله. ها؟ قول ما شاء الله. ما شاء الله. والتقلية كده على الوش. انا هنضف هنا، انا هنضف هنا. بس تعالي حطي التقلية وظبطي. حاضر. وانا هقلع الجوانتي ده واروح اقول لكم بقى الكحك. الكحك بعد ما حطينا نص كيلو سمنة مع الدقيق مع معلقتين سمسم ومعلقة ريحة كحك، معلقه الخميره الصغيره بسم الله الرحمن الرحيم، مع معلقتين ميه دافيه ومعلقه سكر دوبناهم وحطيناهم، نص كوبايه ميه على العجينه، هتخلي العجينه تلم تماما، واول ما تلم معانا كده نشيلها. وزي ما انتم شايفينها كده، والله يا عمار يا مصر، العجينه جاهزه والله للتشكيل عندنا. بص عمار بقى. يا مصر انا عايز اقول لكم على حاجه، ان مصر فيها اكلات عمار يا مصر، يعني طبق زي ده ايه يتقال عليه ايه غير انه تسلم رائع. إيدك. تسلم ايدك، تسلم ايدك، انه رائع. هقول لكم حاجه بسرعه كمان وهي مفيده، بتعمل الطبق الثاني الاسكندراني العجميه، حطينا السمنه وحطينا عليها في جنب دقيق والجنب الثاني سمسم، جنب دقيق والجنب الثاني سمسم، ونقلب تقليبه حلوه كده، واول ما الروائح الحلوه تبدا تطلع نحط معلقه ريحه كحك كويس، ونقلب نقلب 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 ويتحمص وريحته تملى البيت. ريحه الكحك وريحه الكحك جميله جدا مع التحميص مع السمنه. اختاروا نوع سمنه حلو يا جماعه، نوع السمنه الحلو بيفرق جدا 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 في الكحك. وادي الريحه الحلوه ابتدت تطلع والدقيق ابتدى يتحمص، نحط نص كوبايه عسل ابيض كده. بص انا عملت طبق كانه مزات، ونقلب زي المزات اللبناني. اه ما كنا هنحطه على وش نحطه على وش الرز. ماشي بحط بقى انت، احط لك اثنين ثلاثه كده وكده هنا كده. يعني انا بصو. بعمل افتكاسه وهو يقول لي قول احط. والله هي ماشي، اهم حاجه شكله يبقى حلوه مفيده. اكيد مش انا اللي بعمله. ادي العجميه بتاعتنا، وادي التمر بالزبده، وادي العجميه بتاعتنا هي لما بردت هنخلي دي على جنب هنسيبها تبرد،
ووادي الصينية وادي الأدوات. بص يا مفيدة جبتي دول النهاردة. والله عايز أقول لك مصر كلها بتسألني جبتهم منين. هقول لكم حالا. بصوا بقى أدي العجينة بتاعتنا اللي إحنا عملناها. نبدأ نعمل كور كده بإيدينا كور ونضغط عليها كويس ونسيبها هنا كده الكور بتاعتنا. النبي يا محمود قول. تعالى شوف. الله يا مفيدة الله. مش هتقدم الرز؟ هقدم يا محمود هقدم. ماشي هقدم. يلا وقلع الجلوفز دوت وتعالي. اجي اعمل ايه؟ هو انا بعمل الكحك ده لمين؟ مش بعلمهولك؟ ما هو انا مش بعمل اول اخر في الكشري. طب يلا لسه معانا 8 دقايق. لا حول الله يا رب. معانا 8 دقايق تلحقي تعمليه كحكايتين. اعمل انت الكحكه يا محمود. اعمل انت الكحكه يا محمود. بقول لك ايه؟ انا نسيت احط الدي. الدقه. استني الدقه هنحطها على وش الكشري. حطيها على وش الكشري عشان واحنا بنقدمه لحبايبنا. حاضر. ماشي كده. ايوه ايوه قشطه. ايوه برافو عليكي. ايوه كمان كمان. ايوه بس يعني بصوا خدي شويه عيش محمص على الوش يا مفيد. والله العظيم ثلاثه طبق كشري يفطر الصايم باقوى ادواره. خدي من ده بقى على الوش بس. لسه بقى عندنا كشري اسكندراني ده ناقص لنا. ماشي تعالي يا مفيدة اعملي الكحك يا امي وانا هعمل لك الكشري. لا ماشي انا هعمل ده بس. ماشي خد براحتك انت اعمل. انا خد عفاف. خد عفاف. الو عفاف. خير يا شيف محمود. مساء الخير. مساء الخير. ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك؟ بجد انتوا ليكوا كاريزما هايله. ربنا كلنا كل العيله متابعاكم الصغير والكبير. الله يخليك. بجد بجد. وبعدين ما تزعلش انت فتى احلامي. لا مش زعلان طبعا. لا طبعا. ربنا يخليك يا رب. وعلى فكره والد الاستاذه مفيده ووالدتها حضروا فرحي. ياه فعلا؟ اه والله الاستاذ منير يعني الله يرحمه كان يعز عليا جدا يعني. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. اهلا وسهلا بحضرتك حبيبتي نورتينا. الله يخليك. كل سنه وانت طيبه. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي طبعا اتفضلي. ممكن اعرف الكنافه بتنشف مني بعد ما بعملها؟ بتنشف بعد ما كتري شويه سمنه وما تحطهاش في فرن بارد. حطيها في فرن يكون درجه حرارته سخنه شويه واول ما يطلع اسقي على طول بالشربات. ما تسيبيهاش تتركن على جنب كويس. ويا سلام بقى لو تعمل لها شويه كاستر كده تحشيها كاستر او شويه قشطه. الموضوع هيبقى حلو قوي. ماشي احنا بنتعلم من حضرتك. ربنا يخليك يا رب. الهنا والشفا. ربنا يبارك لك. احلى بدايه في رمضان حبيبتي. ربنا يخليك يا رب. مفيدة انا هبدا اعمل الشغلانه اللي انت بتحبيها. اللي هي ايه؟ اللي هي دي. ما انا مفيدة بتعمل ايه ولا بقول لك ايه يا محمود؟ هو انا الكشري الاسكندراني ما ينفعش اسقيه صلصه؟ ينفع. هو لازم صلصه. ويا سلام لو عليها عصره ليمون وقرن فلفل حامي. بجد؟ بجد؟ اه والله. يلا ادي الوش صلصه. ماشي. استغربتي ليه؟ عشان خايفه ان انا ابوظ التراديشن بتاع الاكل. ماشي. بصوا هنا ازاي دول طالعين شكلهم كده. بصوا بقى العجميه هنطلعها تحس ان 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 قطع. ان, إن الـ الـ العدس ده كانه قطعنا فيه فعلا. ليه بقى؟ انا فهمت الربط بينه وبين البصل البيض. ايه العدس كانه حتت بيض اتقطعت اتفرتتت. هو نسبه البروتين كمان عاليه جدا. البروتين النباتي موجودة عالية. ف بس بالكبدة بقى الموضوع بيبقى حلو قوي قوي. نعمل واحدة بالعجمية بالعجوة. أنا كده أخدت كل الصلصة. أنت عايزها تاني؟ لا لا مش عايزها. خلاص كده أقفل عليهم؟ يلا اقفلي. ده إحنا علينا غسل مواعين. عليكي غسل مواعين. نعم. عليها غسل مواعين. نعم. أنا هشتري صابون. يعني ب 200 جنيه صابون سايل. بقول لك إيه، أنا حطيت حمص. على ايه؟ لا ما تحطيش حمص. خلي الاسكندراني من غير حمص. ماشي اهي. مش باين. مش باين. يلا مش باين. ماشي. وزيني ببضايه كده اسميها اربع تربع كده. ايه اعمل ايه؟ ازين ايه؟ يعني ناخد بضايه اربع تربع ونزين بيها. اللي انا عرفته ان يعني انت صحح لي ان البيضه لازم تبقى يعني الايه؟ تبقى كامله كده. يعني ايه؟ احنا هنزين بيها. هنزين عشان طب مفيش حاجه ثانيه زين بيها؟ خدي فين؟ انا خلصت كل حاجه كده. خدي بس البيض. خدي بيضايه اربع تربع بس صدقيني. خدي بيضايه اربع تربع. حاضر.
ايوه انت عندك تاني؟ انا حطيت عندي، بس انا بدور على السكينه بتاعتي. فين؟ ايه ده يا محمود؟ ده العجميه بعد ما بردت. على فكره انا ما فهمتش ولا حاجه من الكحك. تعالي يلا عشان بس تبقى عارف. يلا نعيد. يعني انا بشتغل عيد. اتفضل. ايوه اضغطي اضغطي ضغطه واحده، ما تمشيش السكينه. ايوه كده اضغطي. برافو عليكي. بصوا يا جماعه، الكحك بتاعنا كل كيلو دقيق بنحط عليه 500 جرام سمنه سايحه تكون سخنه، بنقلب معلقه ريحه كحك مع رشه ملح، بنقلبهم جوه الدقيق. ما بنحطش السمنه على ريحه الكحك عشان العجينه ما تسودش مننا، ما تغمقش، تفضل فاتحه. معلقه الخميره الصغيره مع معلقه السكر مع معلقتين ميه سخنه بنقلبهم كويس جدا ونحطهم كمان على الدقيق. اول ما السمنه تتقدح نرشها على وش الخليط بتاع الدقيق ونبدا نقلبها شويه بشويه بشويه لحد ما العجينه تبقى حلوه، ونبدا نشكلها كور ونحشيها يا اما عجوه بالزبده يا اما ساده يا اما العجميه بتاعتنا اللي عباره عن السمنه حمصنا فيها الدقيق والسمسم ومعلقه ريحه الكحك. جايه فين بالطاسه السخنه دي وريحه الكحك؟ تحس انها خدت ملف وفي الاخر وبعدين ابتدينا نشكله بالشكل ده باي شكل احنا عايزينه، ودخلناه فرن درجه حراره متوسطه، شغلنا الفرن من فوق ومن تحت لحد ما الكحك خد اللون الذهبي الحلو. هجيب لكم الكحك واوريكم شكله. شفت؟ اوريكم شكل الكحك الجميل اللي حابب ياكله بسكر بودره. على فكره انا من غيري فين السكر بتاع الهرش؟ هشوف. على فكره من غيري احنا لسه ما كنتش لحقت، انا عندي دقيقه وهمشي. هات سكر. انا حاولت مفيده. اه والله العظيم حاولت مفيده. طب تخيلوا كده، خلينا صراحه مع بعض، سيب دلوقتي الصور من الاكل، لو انا ما كنتش موجوده ولو انا ما جربتلوش كل الاكل ده، كان ليه عمل الكحك امتى وغرف الاكل امتى؟ والله يا مفيده كنا اخدنا اوفر تايم نص ساعه، وكان ساعتها المحطه كلها فضحت. انا معترف. تعرفوا انت بس. استنى يا اسلام، انا معترف والله العظيم بجد، مفيده بقى لها 3 4 ايام. مش عارف يعني انا مرهقه، انا اللي بحطها في الشغل بسرعه كده ولا هي؟ بس هي شاطره، عملت طبق كشري محترم ياكل اسره كامله. اسرتي اللي هنا في الاستوديو والله انا بعمل كل ده عشان والكشري الاسكندراني بطعمه الحلو. ايه رايك؟ والله العظيم تحفه مع البيض المدحرج، بس هو اكله شتويه شويه الكشري الاسكندراني. مش مهم، بس انا عملت بقى الطبق ده. الدقه ما تنسوهاش، الطبق الكبده. بصوا بقى اللي ياخد شويه ابيتايزرز يعني تاخد كبده، تاخد بضايه، تاخد سجق من اللي انا عايزاه. خد السجق الاول قبل ما تاخد الكبده والبيض، لان انا اللي عاملاها هيبقى احلى. وادي الكحك. كل سنه وانتم طيبين. نشوفكم بكره ان شاء الله. هيعمل لنا حاجات تانية كتير. هنعمل ايه؟ هنفكر بقى مع بعض ونشوف احنا عملنا كده بسكوت وغريبه وكحك. بسكوت وغريبه وكحك، نعمل بيتي فور بكره ونشوف عندنا ايه في الثلاجه جوه، نحاول نعمل اكل بيه بكره. احنا عندنا 4 ايام يا دوبك نحاول نكلفت بيهم الايام، لان الواحد تعب بصراحه. تحياتنا، كل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم بكره وحلقه جديده وشافه مفيده.